حول ولا قوة، أنا مش عارف إزاي المعلم حباطة ده ما يتصلش لحد دلوقتي. يا عم تلاقيه اتقبض عليه. اخرس يا، ما تقولش كده تاني، تقبض عليه إيه؟ يعني هو بقاله 20 سنة شغال في شغلانة الملايينة دي ما يتقبضش عليه غير لما ياخد فلوسي؟ أهو جاي وراك. فين؟ نام على بطنك. أنام إزاي يا؟ أنت بتعمل إيه؟ يا عم أديني اتقتلت بسبب غبائك. حد يجي بقى يعمل لي ريفايف بسرعة. مين اللي بيتصل دلوقتي؟ مين؟ انت بتعمل ايه؟ يا عم هتلاقي حباطة. مين اللي اتصل؟ تلاقي حباطة. طب قعد، تعالى مستني لنا بقى له ساعة. شنت ليه ده؟ الو؟ ايه يا يا سمير عايز ايه دلوقتي؟ يا عم انا عارف ان انت ما تستغناش عني، شوف انت بس الدنيا، انت مش عبقري؟ معلش ماشي الدنيا لحد ما اجي. سلام. هب بقى كمل طالما طلع سمير. لا اله الا الله. كله ينام على بطنه. هنكسب هنكسب ان شاء الله يا برضه. تاني عمالين يتصلوا وزن. مين يا ابني اللي بيتكنسل على مين يا ابني؟ حباطة. ما اتكنسلش على حد. الو، ايه يا معلم حباطة؟ ايه يا علاء؟ ما بتردش ليه؟ معلش عشان التليفون بس ما كانش في ايدي. بكره تجيلي تاخد فلوسك. اكون انا صرفت البضاعه على الله اسم الله ان شاء الله يا على الله اسم الله على الله اسم الله. فين المكان؟ هبعت لك شير لوكيشن تيجي لي لوحدك وما تتاخرش عليا يا علاء. هاجي لوحدي. ماشي ماشي يا معلم. سلام حبيب قلبي. سلام سلام يا معلم. سلام سلام. هات هات بقى هات. سلام. الحمد لله يا رب عديها على خير يا رب. بكره ان شاء الله عديها على خير يا رب. الله الله اسم الله.